هو الحقيقة الأهلي لاحت ليه فرصتين كبار 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 لقتل المباراة أو حسم المباراة، واحدة من أحمد شكري برأسه وحده تماما أمام المرمى حملها بغرابة جدا، وانفراد كامل لأبو تريكة، وعلي فرج أنقذها بامتياز. سبحان الله، اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. علي فرج متألق كل كمان. الناس كانت خايفة من علي فرج، سبحان الله النجم الأول مع إسلام الشاطر للمباراة. يعني حرم أبو تريكة من 3 أهداف مؤكدة، علي فرج النهاردة نازل لأبو تريكة أنقذ 3 ألعاب من أبو تريكة، أي واحدة فيهم هدف. زي ما قلت لك في بداية المباراة وبين الشوطين وقبل الوقت الإضافي 50-50، لسه احنا في 50-50 برضه لسه؟ طبعا طبعا خلاص، المسألة زادت قوي كمان في التكافؤ بعد ما وصلنا لركلات الترجيح. انما احمد عيد ضيع واحدة برضه في الشوط الرابع. لا هو ما ضيعش، هو عملها خلقها، حلو هو عملها خلقها. يا احمد عيد ما كانش عنده فرصة، احمد عيد استلم تحت ضغط، خلق لنفسه ولعبها حلو يعني احمد، انما مع دي مش فرصة، انما الفرص السهلة قوي لاحمد شكري ولابو تريكا. اللاعب هو والجول، هو والجول في المرتين. الأهلي الحقيقة علشان نبقوا أمناء فرط في فوز سهل جدا في الوقت الإضافي، لم يستغل الهبوط البدني الحاد لفريق حرس الحدود، لم يستغل التفكك الحاد لفريق حرس الحدود، كان فيه نوع من أنواع التوتر الزائد والعصبية والاستعجال، عايزين يخلصوا الماتش في أسرع وقت، عايزين يجيبوا الجول بسرعة، مع إنه نص ساعة زمن طويل في كرة القدم. لكن ما الحقيقة أنا النهاردة أقدر أقول أن النادي الأهلي لم يتم إعداده النفسي بطريقة سليمة. نادي الأهلي نزل المباراة مستهترا جدا جدا جدا، ففضل بره أجواء المباراة لغاية ما اهتزت شباكه. لما ابتدى يعود للمباراة كانت العصبية ركبته، وكان ابتدى يفقد التركيز جدا جدا في الملعب. صحيح تمكن من التعادل، انه ما تمكنش من استغلال الفرص الكتيره اللي لاحت ليه، لان كل لعيب بيلعب الكوره بيبقى متوتر عصبي جدا. اعلى ميزه خلت محمد ناجي جده هداف افريقيا في امم افريقيا رغم الوقت القصير اللي لعبه، ان ناجي جده كان عنده نوع من انواع الاسترخاء والهدوء على الكوره وهو بيجيب جول. دايما اللاعب بيبقى محتاج استرخاء وهدوء. محمد بركات الجول اللي جابه كان اللحظات النادرة للاسترخاء والهدوء من لاعب كرة القدم داخل منطقة الجزاء. احنا امام ركلات ترجيحية. ما انا عايز اسألك، في ركلات ايه اللي بيرجح كفة فرقة على فرقة في ركلات الترجيح؟ بص حضرتك، ركلات الترجيح لا وجود فيها لأي عنصر على عنصر. نحن امام يعني حارس مميز إطلاقاً، لعيب اطلاقا لا وجود لحارس مميز في ركلات ترجيح. لا وجود لحارس مميز. قبل كده كنا شفنا ان في حراس مميزين بينزلوا خصيصا لضربات الجزاء. لو افترضنا مين زي نادر السيد مثلا، نادر ياما الزمالك خسر ركلات ترجيح مع نادر السيد ياما، خد مش مره او ياما. فانما نادر كفء كان في ركلات ترجيح، عصام الحضري كفء في ركلات ترجيح، انما ما تعتمدش على حارس في ركلات ترجيح. لو اتشطت صح خلاص، انت دورك ايه في ركلات الترجيح؟ نحن امام يعني بالظبط منتهى الحظ، اللي هيفوز بالكاس هيفوز بالحظ، سواء كان حرس الحدود